ازيكم يا شباب، اخباركم عاملين ايه؟ لسه مكملين في منهج التاريخ للصف الثاني الاعدادي في ماده الدراسات الاجتماعيه. درسنا النهارده هو الدرس الرابع اللي هو بعنوان الهجره وبناء الدوله. معلومه بسيطه كده على اللي خدناه المره اللي فاتت خدنا بدايه نزول الوحي على النبي محمد، وعرفنا ان الدعوه الاسلاميه مرت باربع مراحل. خدنا منهم مرحلتين اللي هي مرحلة السرية والمرحلة الثانية الجهرية او العلنية بدون وجه. اخر حاجة خدناها المرة اللي فاتت ان بوفاة السيدة خديجة وعمه ابو طالب ابتدى ايذاء قريش يزيد على النبي محمد، فقرر ان يجد من ينصره ويحاول ينشر الاسلام خارج مكة، فراح مدينة الطائف لكن اهل الطائف رفضوه. المرة دي بقى بيفكر الرسول في اسلوب جديد اللي هو ان يستغل وفود القبائل، ان القبائل بتيجي عشان تعبد الاصنام بتاعتها في موسم الحج في مكة، ويبتدي يدعوهم للاسلام ويحاول ينشر الاسلام. هل الاسلوب الجديد ده هينفع ولا هيجيب نتيجة وهينتشر الاسلام في اماكن تانية ولا لا؟ هنعرفه بعد ما نشوف الفيديو ده، نركز فيه عشان بيحكي اجزاء مهمة من الدرس. ولما اقترب موسم الحج خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وفود القبائل فدعاهم واحدا واحدا، واستجاب له افراد قلائل من جهات شتى. وفي موسم حج السنة 11 للبعثة ظهرت بوادر الفرج، فقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى 6 من الخزرج، وكانت حروبهم مع الأوس قد أنهجتهم، كما كان اليهود يتوعدونهم بظهور نبي. فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوا أنه النبي الموعود فأسلموا. وفي ذي القعدة من السنة 12 من البعثة عاد 5 منهم ومعهم 2 من الأوس فبايعوه عند العقبة بمنى، فأرسل معهم مصعب بن عمير يعلمهم أمور الدين ويدعو أهل يثرب للإسلام، ووفق الله مصعبا وأسلم على يديه كثيرون. وفي موسم الحج للسنة 13 من البعثة النبوية جاء بضع و70 مسلما، والتقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة فبايعوه ودعوه والمسلمين للهجرة إليهم، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة، فبدأوا يخرجون أفرادا وجماعات، وبلغ الغيظ من كفار قريش مبلغه، وتفننوا في الإساءة لمن قدروا عليهم من المهاجرين وصادروا أموالهم، وأخذوا يتآمرون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الندوة، والرسول باق في مكة ينتظر توجيه السماء إليه، لتنتهي مرحلة من المعاناة والصبر على الابتلاء، ولتبدأ مرحلة أخرى من سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مرحلة الهجرة ثم بناء المجتمع المسلم في المدينة. زي ما شفنا في الفيديو ان بدأ الرسول بان يقابل الوفود اللي جاية للحج اللي هي كانت بتعبد الاصنام في الوقت ده، ويبتدي يدعوهم للاسلام عشان ينشر الاسلام ويطلب منهم النصرة ان يحموه على ايذاء قريش. وفعلا قابل الرسول ستة رجال عام 11 من البعثة من اهل يثرب، دعاهم للإسلام فأجابوه ورجعوا بلادهم ينشروا الإسلام بين أهله. السنة اللي بعديها اللي هي سنة 12 من البعثة رجعوا الستة ومعاهم ستة تاني، فرجعوا 12 رجل، 10 من الخزرج و2 من الأوس، واتفقوا مع الرسول ألا يشركوا بالله أو يسرقوا أو يزنوا ويقتلوه أو يقتلوا أو يعصوه يعصون الله، يعني يؤمنوا بالإسلام ويبعدوا عن أي حاجة تغضب ربنا. وبعد البيعة دي الرسول قال لهم خلاص، وأنا هبعت معاكم مصعب بن عمير
عشان يعلمكم امور دينكم، فكان اول سفير في الاسلام. يبقى خلي بالك المكان اللي تمت فيه البيعه مكان اسمه العقبه زي ما شفناه في الفيديو. العقبه ده مكان اتجمع فيه، قعد فيه الرسول ومعاه 12 واحد من اهل يثرب، ولما وجدهم انه خلاص هيخشوا الاسلام وانهم فعلا هيبقوا مسلمين حق، فقال خلاص هبعت معاكم مصعب بن عمير لما يسالني ليه، اقول عشان يعلمهم امور دينهم. يقول لي لمن تنسب اول سفير في الاسلام؟ مصعب بن عمير. النتائج على بيعه العقبه الاولى، النتيجه الاتفاق اللي حصل ان ارسل الرسول مصعب بن عمير لاهل يثرب ليعلمهم امور دينهم. طيب ايه اللي حصل؟ رجعوا ولادهم السنه اللي بعديها سنه 13 من البعثه، رجعوا 73 رجل وامرأتين. المره دي رجعوا له يقولوا له احنا مش بس ال 75 شخص، لا ده احنا كترنا هناك والاسلام انتشر في يثرب، عشان كده احنا جايين لك المره دي نقول لك ان احنا من بيعك بنتفق معاك ان انت لو جيت هنحميك وننصرك من اذى قريش، احنا عرفنا باللي بيحصل لكم فاحنا مستعدين نحميكم. فبيعة العقبة الثانية كانت سنة كام؟ سنة 13 من البعثة. يبقى سنة 11 قابل 6 اشخاص بشرهم بالاسلام فسابوا عبادة الاصنام ورجعوا لبلدهم. السنة اللي بعدها جولوا 12 شخص من يثرب، 2 من الاوس و10 من الخزرج، واتفقوا ان يخش الاسلام وارسل معاهم مصعب ابن عمير. اما بيعة العقبة الثانية فجولوا 75 شخص، 73 رجل وامرأتين، اتفقوا عليه ان هيبقى ان بيعوه وينصروه اذا هاجر اليهم. نتيجة البيعة دي والاتفاق ده قال الرسول للمسلمين اللي مش قادر يستحمل العيشة في مكة يهاجر، فبايعهم الرسول وامر المسلمين بالخروج الى مين؟ الى يثرب. تعال نشوف ايه اللي حصل بعد البيعة دي. يبدو ان التعذيب سيعود، هذه المرة لن يحمينا ابو طالب منهم، الى من نلجأ؟ بلال اليس كذلك؟ نعم انت البراء، حضرت في الموسم الماضي لاقابل رسول الله. ها من يثرب تذكر؟ جئت بصحبة اخرين وقد امنا. اسمعت 12 مسلما في يثرب؟ لا بل المئات، نريد أن يهاجر النبي إلينا فنحش. هذا قلت شيئا، سيقابلكم رسول الله عند شعب العقبة الليلة. المكان اللي بيتقابلوا فيه عند العقبة ده المكان الثابت، دي بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية. وحش السفر في الليل. إذا سافرنا في الليل فلن يشعروا بنا. لما لا نغادر مع الباقين؟ حتى لا يكتشفوا أمرنا، قد يؤذوننا. هيا بنا. Thank you.
تريد أن يصنع لنفسه ملكا هناك؟ ماذا نفعل إذن؟ نقتله. لكن لا أحد يجرؤ على قتله، فعشيرته ستثأر له، سيقتلون قاتلا. أرى أن تأخذ من كل قبيلة شابا قويا، ثم أعطوا كل فتى منهم سيفا صارما ليتوجهوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد، وهكذا سيتفرق دمه في القبائل كلها فيضيع. في تلك الليلة أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دي خطوات الهجرة، لا تبت هذه الليلة في فراشك. فنادى صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا وقال له: نم في فراشي ولن يصيبك مكروه. إنه في الداخل، هل نبدأ؟ لا، سننتظره حتى يخرج من أجل الصلاة. عندها بعدها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وأخذ الله أبصار قريش فلم يروا. وجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى إلى أبي بكر واختبأ في غار بجبل ثور أسفل مكة. يستعيد ذكرياته فيها، ثم قال يخاطبه: ما أطيبك من بلد،
ألا ترون أنه قد تأخر كثيرا؟ بلى قد تأخر. ترى هل قبضوا عليه؟ لم يقبضوا عليه، سيأتي إلينا إن شاء الله. ها قد أتى رسول الله. زي ما حضرنا كده في الفيديو، هي دي مراحل الهجرة. فبعد بيعة العقبة الثانية أمر الرسول المسلمين أن يهاجروا تاركين الأموال والديار خلفهم، فكانوا بيقدروا الحاجات البسيطة بياخدوها لكن تجارتهم وأموالهم بيسيبوها. فلما قريش حست أن المسلمين ابتدوا يهاجروا وأن ابتدوا يسيبوا مكة، فكان لازم عايزين يمنعوا الموضوع ده، فقرروا أن يعملوا اجتماع في دار اسمها دار الندوة. طب ليه؟ قالوا عشان أدركوا أن خطورة تجمع المسلمين في يثرب، فقرروا منع الرسول من اللحاق بهم. هما الاجتماع ده كان سببه أن عايزين يمنعوا الرسول يلحق بالمسلمين، حسوا بخطورة أن المسلمين يتجمعوا كلهم في مكان بعيد عن مكة، فقرروا يمنعوا الرسول. اجتمعوا في دار الندوة واتفقوا زي ما حضرنا في الفيديو كده أن من كل قبيلة ياخدوا شاب قوي ويتجمعوا كلهم ويضربوا بضربة وسيف واحدة ليتفرج دمه. فعرف الرسول بالاتفاق، فقرر راح أخبر أبو بكر صاحبه أنه يكون معاه في الهجرة، وراح ترك علي بن أبي طالب في الفراش عشان يخدع المشركين ويرد الأمانات لأصحابها، لأن في ناس كانت تركة أمانات ترجع لأصحابها تركينها في بيت الرسول، او في ناس كانت بتطلع في التجارة فبتسيب امانة عنده لغاية ما ترجع تاني. فهو ترك علي عشان في الفراش عشان يخدع المشركين ويرد الامانة لاصحابه، واستأجر دليل، راجل دليل عارف بطرق الصحراء اسمه عبد الله ابن أريقط، وده كان دليل امين عشان دليل امين على انه ما كانش لسه اسلم. خرج الرسول وابو بكر من غير ما، زي ما شفنا في الفيديو كده، من غير ما المتجمعين حول المنزل يشوفوه، واستخبوا في غار صور لمدة 3 ليالي. خلال ال3 ليالي ده كان بيجي لهم الاتنين ولاد ابو بكر، عبد الله ابن ابو بكر، وده كان بيجي كل يوم يقول لهم اخبار المشركين، واسماء بنت ابو بكر وكانت بتحضر لهم الطعام. وكلف الرسول راعى اغنام اسمه عامر ابن فهيرة ان يجيب الاغنام ويلف حوالين الغار عشان اثار الاقدام تختفي، زي ما لما كان داخلين قالك اثار الاقدام اختفت عند الغار، لما شفناه في الفيديو قالك ان اثار الاقدام عند الغار مختفية اختفت. ده عشان كان كلف الرسول عامر ابن فهيرة ان يرعى الاغنام حوالين الغار. ووصل الرسول يثرب واستقبل بالترحاب زي ما شفنا. يبقى الشخصيات اللي ساعد الرسول في الهجرة، علي بن أبي طالب نام مكان الرسول في الفراش عشان يخدع المشركين ويرد الأمانة لأصحابها، أبو بكر كان رفيقه في الهجرة، عبد الله بن أريقط الدليل اللي دلهم للطريق لغاية يثرب، الغار اللي قعدوا فيه، قعدوا في غار صور لمدة 3 ليالي، عبد الله ابن أبو بكر ده كان بيتتبع أخبار المشركين ويقولها لهم، أسماء بنت أبو بكر كانت بتحضر لهم الطعام، عامر بن فهيرة بيرعى الأغنام حوالين الغار. وصل يثرب واستقبلوه أهل يثرب زي ما شفنا كده بالترحاب. طب سؤال، ليه نجاح خطة الرسول في الهجرة؟ 1، التخطيط الجيد للأمر، إن الخطة كانت مدروسة وكل حاجة معمول حسابها. 2،
السرية التامة، ان مفيش حد افشى اي معلومة، حتى الدليل اللي ما كانش مسلم بس كان امين. توفيق الله وعنايته بالرسول، ان ربنا كان واقف مع الرسول بيحميه. اختيار القادرين على تنفيذ التخطيط، يبقى تاني اربع حاجات: واحد، التخطيط الجيد للامر، اتنين، السرية التامة، تلاتة، توفيق الله وعنايته برسوله، اربعة، اختيار القادرين على تنفيذ التخطيط. طيب، وصل الرسول المدينة بعد ما استقبلوه بالترحال. اول حاجة عملها الرسول ان ابتدى يأسس دولة الاسلام، مدينة الاسلام. خلي بالك ان الرسول والمسلمين في المدينة او في يثرب حاله مختلف، لان لقيوا المكان الامن اللي هيمارسوا الشعائر الدينية دون خوف او قلق من اي اضطهاد. اول ما دخل الرسول المدينة قال لهم يا مسلمين هلما نبني المسجد. فالركن الاول، اول عمل قام به الرسول في المدينة هو بناء المسجد. ومسجد المدينة ما كانش بس دار للعبادة، ده كان مقر للحكم، مكان بيقعد فيه الرسول ولو في مشكلة بين حد بيحاول يحلها لهم، وكانت مدرسة بيعلموا فيها مبادئ الدين الإسلامي. فلما يقول لي بما تفسر تعدد مهام المسجد في المدينة، حيث كان مقر الحكم، دار للعبادة، مدرسة لتعليم مبادئ الدين الإسلامي. بعد بناء المسجد جمع المسلمين وقال للمسلمين انتوا مقسومين نصين، مهاجرين وانصار، لكن من اللحظة دي كلكم اخوة. المهاجرين اللي هم اهل مكة اللي هاجروا من مكة للمدينة، والانصار اللي هم اهل المدينة. قال لهم من اللحظة دي ليس مهاجرين ولا انصار، كلكم اخوة. فقال لك ان الركن التاني، تاني عمل قام به الرسول، هي المؤاخاة بين المهاجرين والانصار. اخاهم ليه؟ عشان يسود الحب والإخاء والتعاون بين المسلمين. يبقى يسود الحب والإخاء والتعاون بين المسلمين. والأنصار ضربوا مثال رائع على العطاء، فكانوا بيساعدوا المهاجرين وبيدولهم بيوتهم وأموالهم. لو واحد عنده بيتين بيدي بيت للمهاجر، ولو عنده أموال بيدي جزء منه للمهاجر. طيب، التالتة، تالت حاجة عملها الرسول هي وضع مبادئ التعايش مع الآخر. يثرب لسه مش كلها مسلمين، في ناس غير مسلمة وفي يهود، واليهود بالذات كان الرسول حريص جدا ان يعمل معهم عهد، صحيفة، اتفاق. الاتفاق ده بالذات ليه مع اليهود؟ لان اليهود دول كان اخطر فئة في المدينة، لان كان معروف عنهم بالغدر والخيانة، وان هم ما بيأمنوش للعهود، فعشان عايز يأمن شرهم راح جاب كبار القبائل دي وعمل معاها صحيفة اسمها صحيفة الأمان المدينة. عطاهم الأمان على أموالهم ودينهم ودور عبادتهم. محدش هيجبركم على دخول الإسلام، محدش هيقرب لأموالكم ولا دور عبادتكم، بشرط لو في اعتداء حصل على المدينة ندافع كلنا مع بعض. فلما يقولي بما تفسر كتابة الرسول صحيفة المدينة، تلقى أن أراد الرسول أن يضع نظاماً يحدد الحقوق والواجبات بين المسلمين وغير المسلمين، وخاصة اليهود. اشمعنى اليهود؟ هم اخطر فئة في المدينة. ليه اخطر فئة في المدينة؟ تقول لي معروف عنهم بالغدر والخيانة وليأمن شرهم. وضع صحيفة المدينة وضعت بنود بتحدد فيها حقوق المسلمين وغير المسلمين وواجباتهم. تمام. يبقى الرسول لما اسس دولته قامت على ثلاث اركان. اول ركن مهم خاص بالترتيب، بناء المسجد. قلنا المسجد، السؤال ده مهم جدا، قلنا المسجد ده كان ليه ادوار مختلفه: واحد، مقر للحكم، اتنين، دار للعباده، ثلاثة، المدرسه لتعليم الاسلام. بعد كده اتنين، المؤاخاه بين مهاجرين وانصار. واخا ليه بينهم؟ تقول لا، يسود الحب والإخاء والتعاون بين المسلمين. التالتة، وضع مبادئ التعايش مع الآخر، بأنه كتب صحيفة المدينة بين المسلمين وغيرها، أيوة المسلمين، وخاصة مين؟ اليهود. ليه؟ لأنه أخطر فئة في المدينة، لأنه معروف عنهم بالغدر والخيانة
وان هم بيخونوا العهود وليأمن شرهم. شكرا ليكم، كده خلصنا الدرس بتاعنا، درس بسيط ولذيذ، ذاكروه كويس وحلوا عليه، ولو في اي حاجة ابعتولي اسئلتكم ونتناقش مع بعض. شكرا ليكم، مع السلامة.